استخدم الصيغة التربيعية لحل المعادلة سالب x تربيع زائد 8 x تساوي 1. الآن حتى نستخدم المعادلة التربيعية أو حتى نجد قيم a و b و c، علينا أن نضع المعادلة بصورة ax تربيع زائد bx زائد c تساوي 0. ومن ثم إذا كنا نعرف قيم a و b و c، فسوف نقول أن حلول هذه المعادلة هي x تساوي سالب b زائد أو ناقص الجذر التربيعي ل b تربيع ناقص 4ac، كل ذلك مقسوما على 2a. إذن أول شيء علينا نفعله من أجل هذه المعادلة هنا هو أن نضعها بهذه الصورة، ولدينا على جانب واحد من المعادلة سالب x تربيع زائد 8x، ويبدو أن هذان هما أول حدان والثابت موجود على الجانب الآخر، لذا دعونا نضع الثابت على الجانب الأيسر ونحصل على صفر هنا على الجانب الأيمن، لذا دعونا نطرح واحد من طرفي المعادلة هذه. سيصبح الجانب الأيسر من المعادلة سالب x تربيع زائد 8x ناقص 1، والجانب الأيمن 1 ناقص 1 يساوي 0. لقد حصلنا عليها الآن بهذه الصورة، لدينا a x تربيع و a تساوي سالب 1، لذا دعوني أكتب هذا a تساوي سالب 1. a تساوي سالب 1 إنها ضمنية، يمكنك أن تضع واحد هنا إذا أردت ذلك. a تساوي سالب 1، سالب x تربيع يعادل سالب 1 x تربيع، b تساوي 8، إذن b تساوي 8 تلك هي 8، و c تساوي سالب 1، c تساوي سالب 1، ذلك هو سالب 1 هناك. إذن يمكننا الآن أن نطبق الصيغة التربيعية. حلول هذه المعادلة هي x تساوي سالب b و b هنا تساوي 8، إذن سالب 8 زائد أو ناقص الجذر التربيعي ل b تربيع أي 8 تربيع ناقص 4ac، دعوني أفعل ذلك باللون الأخضر، سالب 4. اللون الأخضر جزء من الصيغة، إن الأجزاء الملونة هي عبارة عن الأشياء في الصيغة. سالب 4 ضرب A أي ضرب سالب 1 ضرب C وهو أيضا سالب 1 ضرب سالب 1، ثم أن جميع ذلك، دعوني أوسع رمز الجذر التربيعي قليلا، جميع ذلك سيكون مقسوما على 2 ضرب A، وفي هذه الحالة A تساوي سالب 1، دعونا نبسطها فتصبح سالب 8، هذه سالب 8 زائد أو ناقص الجذر التربيعي ل 8 تربيع أي 64، ثم لدينا سالب 1 ضرب سالب 1، هذه يتم حذفها فتصبح 1، إنها 64 ناقص 4، هذه هي تلك الأربعة، وكل ذلك مقسوما على سالب 2، إذن هذا يساوي سالب 8 زائد أو ناقص الجذر التربيعي ل 60 على سالب 2، ودعونا نرى إذا بإمكاننا أن نبسط عبارة الجذر هنا أي الجذر التربيعي لستون، دعونا نرى 60 تساوي 2 ضرب 30، و30 تساوي 2 ضرب 15، ثم 15 تساوي 3 ضرب 5، لدينا 2 ضرب 2 هنا، إنه 2 ضرب 2 ضرب 15 أو 4 ضرب 15، لذا يمكننا أن نكتب الجذر التربيعي لستون يساوي الجذر التربيعي لأربعة ضرب الجذر التربيعي لخمسة عشر، الجذر التربيعي لأربعة ضرب الجذر التربيعي لخمسة عشر، هذه هي 60، 15 ضرب 4، وعليه فإن هذا يساوي الجذر التربيعي لأربعة هو 2 ضرب الجذر التربيعي لخمسة عشر. إذن يمكننا أن نكتب أن هذه العبارة تساوي سالب 8 زائد أو ناقص
ناقص 2 ضرب الجذر التربيعي ل15، وقل ذلك مقسوما على سالب 2. الآن كل من هذه العبارات هنا تقبل القسمة على 2 أو سالب 2، دعونا نقسمها. إذن لدينا سالب 8 تقسيم سالب 2 ويساوي موجب 4، دعوني أكتب هذا هنا. سالب 8 تقسيم سالب 2 تساوي موجب 4. ثم لدينا هذا الشيء الغريب، زائد أو ناقص 2 تقسيم سالب 2، وفي الحقيقة ما لدينا هو عبارتان، لكن إذا أخذنا موجب 2 وقسمنا على سالب 2 فسوف يكون الناتج سالب 1، وإذا أخذنا سالب 2 وقسمنا على سالب 2 فسنحصل على موجب 1. إذن بدلا من موجب أو سالب يمكنك أن تكتب سالب أو موجب، لكنه نفس الشيء، إنه نفس الشيء. إذن سيصبح 4 ناقص أو موجب 2 ضرب الجذر التربيعي ل15. أو بطريقة أخرى يمكنكم أن تعتبروا أن الحلان هما 4 ناقص 2 ضرب الجذر التربيعي ل15، أو 4 زائد 2 ضرب الجذر التربيعي ل15. هذه هي قيم X التي تحقق هذه المعادلة. وإذا كان ما فعلته يربككم، أي عندما حولت موجب أو سالب وسالب وموجب، دعوني أخذ هذا الجانب هنا. يمكنني أن أكتب هذه العبارة هنا كعبارتين. هذه هي حقيقة السالب والموجب. لدينا سالب 8 زائد 2 ضرب الجذر التربيعي ل15، كل ذلك مقسوم على سالب 2، ومن ثم يوجد سالب 8 ناقص 2 ضرب الجذر التربيعي ل15 على سالب 2. هذه تبسط إلى 8 تقسيم 2 ويساوي 4 ناقص الجذر التربيعي ل15، ومن ثم هنا لدينا سالب 8 تقسيم سالب 2 يساوي 4، وسالب 2 تقسيم سالب 2 يساوي 1، إذن زائد جذر التربيعي ل15. وقد أدركت أنني ارتكبت خطأ في الأعلى، عندما قسمنا 2 تقسيم سالب 2 لم تكن لدينا تلك الاثنان هنا، إن هذا موجب أو سالب جذر ال15. لقد رأينا ذلك عندما فعلته في الأعلى، إذن هذا سالب الجذر التربيعي ل15، وهذا زائد الجذر التربيعي ل15. إذن حل هذه المعادلة. من الجيد أنني انتبهت إلى تلك الثغرة الموجودة هنا. الحلان يمكن أن يكون 4 ناقص الجذر التربيعي ل15، ويمكن أن تكون 4 زائد الجذر التربيعي ل15، أي من هاتان القيمتان لإكس ستحقق هذه المعادلة التربيعية الأصلية.